بناء على ما تم طرحه الآن على الدكتور عبد الملك، تقرير الأمم المتحدة يراه تحالف بأنه غير حيادي وبأنه يتجاهل انتهاكات الحوثيين، الأمر الذي ربما يخضع التحالف بقيادة المملكة العربية السعودية لنوع من أنواع الضغوط لإجبارهم على تسوية ما بتواطؤ أممي، هل تتفق؟ أولا، هذا التقرير هو صادر عن مفوضية حقوق الإنسان وليس صادر عن مجلس الأمن. التقرير صدر في ظروف غير طبيعية، بمعنى أن نحن نتحدث عن المناطق الخاضعة. هذه المفوضية لا تتبع مجلس الأمن سيد فاضل؟ منذ أن سيطرت أو منذ الانقلاب. نعم، ألا تتبع مجلس الأمن؟ هي تتبع الأمم المتحدة وليس هي تتبع الأمم المتحدة، وهناك فرق ما بين مفوضية حقوق الإنسان. يعني هي جزء من منظومة الأمم المتحدة. دعيني أوضح. نعم، تفضل. بالتأكيد هي جزء من منظومة الأمم المتحدة. دعيني فقط أوضح الفكرة، أن الميليشيات الحوثية منذ انقلابها على السلطة الشرعية في سبتمبر من العام 2014 قامت بتقويض منظومة المدافعة عن حقوق الإنسان، بمعنى لم يعد هناك منظمات حقوقية قادرة على العمل بمهنية وحيادية في داخل صنعاء والمناطق التي تسيطر عليها الميليشيات. لم يعد الراصدون لا يتمكنون من رصد أي انتهاكات، بل أصبحت حياة الراصدين معرضة للخطر. المنظمات الدولية التي ظلت في صنعاء كانت تتعرض لضغوط كبيرة جدا، والموظفون الدوليون يعملون في ظروف غير طبيعية ويتقاضون مبالغ كبيرة جدا عن بدل المخاطر في خلال فترة الصراع، وبالتالي يضطر الموظفون الدوليون أحيانا إلى تحمل اللوم والعتب السياسي عن أن يخسروا وظائفهم. وبالتالي هذا التقرير صدر في ظروف غير طبيعية، وبالتأكيد هناك تحقيقات ستجري، هناك ردود ستقدم من الحكومة اليمنية. خلال هذا الشهر سيعقد مجلس حقوق الإنسان في جنيف، ستتقدم الحكومة واللجنة الوطنية للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان المدعومة أساسا من المفوضية من مفوضية حقوق الإنسان بموجب القرارات صادرة عن في دورتيها السابقتين العام الماضي والعام الذي قبله. سيتقدم الجميع بتقارير تدحض كل هذا أو كل ما ورد في التقرير أو معظم ما ورد في التقرير، وستضاف إلى التقرير أو إلى رصيد المفوضية تقارير بانتهاكات الميليشيات التي قامت بها خلال الفترة الماضية، والتي ربما عجز الراصدون الذين اعتمد عليهم معدو التقرير من رصدها. الفكرة أيضا أن من أعد هذه التقارير اعتمد على منظومة من المنظمات الحقوقية العاملة الآن في نطاق سيطرة الميليشيات، وكل هذه المنظمات هي تابعة للميليشيات نفسها، لأنه لا يمكن لأحد العمل في هذه المناطق إلا إذا كان تابع للميليشيات، وبالتالي هناك معلومات مغلوطة وصلت إلى معدي هذا التقرير. طيب السؤال هنا، هل عند إعداد هل هذه المعلومات المغلوطة بشكل غير منطقي يعني بشكل عام، يعني صدر التقرير بشكل مشحف فيما يراه التحالف، هل بالفعل تخضع المملكة التي تقود التحالف إلى ضغوط للوصول إلى تسوية ما؟ التقرير لا يمكن أن يكون وسيلة ضغط، ولا يمكن أن يستخدم. لا التحالف العربي ولا الحكومة الشرعية سيقبلان بأن يكون هذا التقرير وسيلة ضغط للوصول إلى تسوية مجحفة. هناك تقارير ستقدم كما قلت خلال هذا الشهر في مجلس حقوق الإنسان، كل ما ورد في هذا التقرير، وبالتالي لا يمكن القول بأن هذا التقرير سيستخدم كسيف على رقبة الحكومة الشرعية أو على رقبة التحالف العربي، لأنه لا يمكن استخدام معلومات مغلوطة في للوصول إلى، ولن تقبل الحكومة ولا التحالف العربي بهذا الأسلوب لابتزازهم للوصول إلى تسوية مجحفة. اليوم الأمم المتحدة أمام تحدي كبير، الكرة اليوم في ملعبها في ظل التعنت الذي تبديها الميليشيات الحوثية. يعني إذا كنا اليوم نتحدث عن وصول الوفد الحكومي إلى جنيف وعن تواجد المبعوث الأممي في جنيف، وقبل نصف ساعة من الآن نسمع عن إطلاق صواريخ باتجاه المملكة العربية السعودية. الآن قبل نصف ساعة بالتحديد أطلقت الميليشيات صواريخ تم اعتراضها في سماء جيزان، بمعنى أن هذه الميليشيات مستمرة في رفضها لأي جهود لإحلال السلام. التعنت الحاصل من قبل الميليشيات يعني هي ترسل رسائل للمجتمع الدولي وترسل رسائل إلى الجانب الآخر الخاص بالتحالف بأنها بالفعل ليس لديها الإرادة للدخول في عملية سلام.